مس على كل وشاه دحيح الافلام. بيبدا فيلمنا بالبطل اللي معانا النهارده واللي اسمه كلين، وبنشوفه هو عمال يندب وبيتكلم بقى عن حال الدنيا، وعمال يقول في كلام من نوعيه الدنيا دي زي الغابه والناس ما بتعملش حاجه غير انها تقطع في بعضها. وبنعرف ان هو شغال عامل النظافه وبيشيل الزباله من مكان يوديها لمكان تاني، وساعات كده بيشغل دماغه بياخد الاجهزه الصغيره اللي بيلاقيها مرميه وبيصلحها ويبيعها علشان يستفيد بفلوسها، وهي حاجه تنفع وخلاص. بيكمل بقى ندبه، بنفهم ان كلين ده عامل عملة سودة في حياته بتخليه ما يدقش طعم النوم من كتر الندم، وبيحاول طول الوقت يكفر عن العملة دي بس ما فيش فايدة، ودايما الذكريات بتفضل تطرده. وبعدها بنشوفه هو قاعد في جلسة عند دكتور نفساني علشان واضح عليه انه عنده اكتئاب، فبيحاول يتعالج منه. وبنعرف ان كلين كان عنده بنت واضح انها ماتت، وده سبب الاكتئاب اللي مش عارف يتعالج منه لانه قريب منها وبيحبها جدا. بيروح من الجلسة دي وبنشوفه هو بيحضر اكل وبياخده ويخرج من البيت بعد ما بيصلح الجهاز اللي لقاه علشان يبيعه في طريقه بالمره وبيسترزق. وبنكتشف بقى ان الاكل اللي كان مجهزه ده واخده في لانشن بوكس عامله البنت الصغيره كانت واقفه في الشارع ومستنياه قبل ما تركب باص مدرستها. واول ما ادالها الاكل قالت له الناس بقت تفكر ان انت ابويا بسبب جمايلك اللي مغرقاني دي. وبعدها بتطلع له من شنطتها السوره عملتها له مخصوص وفرح بيها كلين جدا، وراحت علشان تتحرك على مدرستها. ونيجي بقى علشان نفهم قصه البنت دي واللي اسمها ديانا، وبنعرف انها عايشه مع جدتها اسيل لوحدهم، والبنت دي من كتر ما هي شبه بنت كلين اللي ماتت وبتفكروا بيها قرر ان هو يهتم بيها ويحميها طول الوقت، علشان كده البنت كانت بتقول له الناس بقت مفكره انك ابويا. وبيروح بقى لكلين وهو رايح يودي الجهاز اللي صلحه لمحل بتاع واحد صاحبه، وبيديله في الجهاز ده قرشين حلوين يسلك نفسه بيه. وبنشوفه هو واقف في المحل ده عينيه بتيجي على حتتين سلاح موجودين صاحبه المفروض بيبيعهم وكده، واول ما بيشوفهم بيحس ان الدنيا بتلف بيه، وكانه يعني منظر السلاح بيفكروا بحاجات هو مش عايز يفتكرها. فبيخرج علشان يروح لمحل تاني واقفه فيه واحده ست كده، وبنفهم ان هي بتديله الاجهزه اللي مش شغاله عندها علشان يصلحها ويرجعها لها تاني. ولما بيروح ينام بيحلم ببنته، فبيقوم من النوم مفزوع وعمال يعيط علشان وحشته طبعا. وبعدها ما بيجيلوش نوم، فبيخرج يفرك شويه في الجراج شويه علشان يصلح الحاجه اللي عنده. وتاني يوم بيروح لمايكل، بنعرف بقى ان مايكل ده راجل واصل على الاخر، ما تعرفوش هو تل قتله ولا تاجر مخدرات ولا بيعمل ايه بالظبط، بس هو كل سككه شمال. كان رايح علشان يستقبل ابنه، طبعا هتفكرني اقول لك هو رايح يستقبله راجع من سفر ولا حاجه، بس هو حبيبي كان خارج من السجن، والراجل بقى رايح له مستنيه ياخده بالاحضان عيل يشرف طبعا. الواد اول ما خرج من باب السجن فجاه ابوه راح راكب عربيه صحابه الفقدانين اللي كانوا مستنيينه قدام السجن، وكبس ابوه كبسه وحشه قوي قدام السواقين اللي كانوا معاه لانه حتى ما راحش يسلم عليه، وكان عمال يبصله بقرف. يعني يا ابني مش كفايه انك رد سجون كمان عاق؟ وقتها بيمشي مايكل وهو فايق قمر عيش، والواد بيسرح مع صحابه، وبيروح لكلين وهو عمال يلف على لقمه عيشه، واخد عربيته رايح يلم الزباله علشان ينقلها، وبيشوف حاجه غريبه قوي. بيلاقي في عربيات كتير واقفين قدام المطعم بتاع مايكل، والعربيات دي واضح انها ما بتنقلش بضايه سمك علشان ده كان مطعم سمك يعني. هو حاسس ان في حاجه غلط بتحصل هنا، بس اول ما لمح ان مايكل واقف وبيصغر له قال لك انا مالي اللي ينقل اللي ينقله، انا ماليش دعوه بحد، ولم زبالته اللي بيلمها وخد عربيته وخلع. بيرجع لبيته علشان ينام، بس الكوابيس اللي بتجيله شرفت الليله دي وصحي من نومه مسروع للمره الثانيه، ومسك صوره بنته وقعد يعيط له شويه، وبعدها خرج يفرك في الجراج وكان ده روتين يومه يعني. ولما بيصحى بيروح علشان يطمن على ديانا، بيلاقيها رايحه للمدرسه على رجلها اليوم ده، والطبيعي ان في باص بيجي يوصلها، فبيسالها الباص ما جاش ليه؟ لا بتقلص لفي حاجه غريبه حصلت في المنطقه، لدرجه ان الشرطه منعه اي عربيات تدخل هنا اليومين دول، فبياخدها في عربيته علشان يوصلها للمدرسه، وبتفضل تاكل دماغه طول الطريق من كتر الرعب. وبيروح لمايكل وهو واقف في مطعمه، ابنه ميكي داخل عليه في المحل، فبياخده وبيدخله مخزن سري جوه المطعم، وبيكتشف فيه ميكي ان ابوه تاجر مخدرات، والسمك اللي كان بيستلمه وكلين شافه امبارح البضاعه كانت متهربه فيه. فبيقف وسط ابوه ورجالته وبيشوف واحد منهم بيقول لمايكل البضاعه دي ناقصها خمس اكياس، فبيتريق ميكي وبيقول لهم هم الخمس اكياس يفرقوا معاكوا ايه وسط الكميه دي كلها. وقتها ابوه بيمسكه من وشه كده وبيقول له جدك زمان قال لي ان اللي ما يركزش في الحاجات اللي انت شايفها قليله دي يفشل وبيته يتخرب. وبنفهم بقى الواد ما بيطقش ابوه ليه، ويوم ما خرج من السجن جري مشي مع صحابه ما عبرهمش، وده بسبب معاملته الزباله اللي بيعملها له قدام الناس. وبنرجع تاني لكلين وبيعمل لقطه حلوه قوي الصراحه، ديانا لما قالت له انهم منعوا اي عربيات تدخل للمنطقه بقى كل
هم البتة تروح ازاي للمدرسة ماشي الطريق ده كله، علشان مدرستها كانت بعيدة عن البيت شوية. راح طلع عجلة بنته صلحها خلاها جديدة لانج، وراح حطها قدام باب بيت جدة ديانا اللي عايشين فيه، وهو لسه بيربط العجلة قدام البيت خرجت له جدتها زي القضى المستعجل، وبصت له باستغراب كده وبتقول له: أنا عايزة أعرف راجل زيك كبير لا من سن البت ولا ليك فيها، إيه سبب اهتمامك ده كله اللي مخليها طول الوقت ما وراهاش غير كلين عملك لين سوالي؟ فبيطمنها إن هو بيعامل ديانا كأنها بنته بالظبط وبيسيبها ويمشي، وبيروح يقابل واحد صاحبه وبيقعد معاه شوية، وقتها العجلة وذكرياتها بيقلبوا عليه المواجع. فبيفضل اللي يحكي لصاحبه أول يوم اشترى فيه العجلة دي لبنته وقد ايه كانت فرحانة بيها، وبيفضل يرغي ويرغي لحد ما بيصعب على صاحبه بسبب انه كان باين عليه قد ايه متضايق وزعلان لان البنت وحشته. وبعدها بنشوف مايكل وهو واقف بيدخل بضاعة جديدة على المحل جياله من الصين، وكانوا واقفين في عز النهار فافتكر ان الراجل الصيني ده هو اللي كان سرق الخمس اكياس من الشحنة اللي فاتت. امسك الشاكوش اللي بيكسروا بيه التلج وبينزل على دماغ الراجل الصيني الدب دب بعد ما فتح له وشه وكومه على الارض، وما بيكفيهوش ضربه ولا التانيه، وبيفضل يدق على دماغ الراجل لحد ما دمه بيطرطش على وشه وبيغرق المكان كله. واللي كان واقف في الوقت ده ومصدوم من اللي شايفه ميكي ابنه، بعد ما خلص على الراجل وقتله راح لابنه قال له نظف المكان وسابه ومشي. في اليوم ده بالليل راح كلين قدام المطعم علشان يلم اكوام الزباله اللي هناك، ولان في كراتين نازل منها دم شكله طازه، فلسه يكتشف ايه سبب الدم اللي مغرق الدنيا ده. لقى مايكل ظهر جنبه زي العفريت اللي ما تعرفش طلع لك منين وبيديله فلوس، قال يعني خد دول وانت ولا كانك شفت حاجه. بس كلين ما بيكونش طايقه وبيتكلم معاه من تحت الدرس كده وبيقول له متشكر وبيكسفه لما ما بياخدش من ايده الفلوس. وتاني يوم بيكون طالع علشان يقلب رزقه بعربيته الكحيانه اللي بتعطل بيه في نص الطريق، فبيسيبها وبينزل علشان يكمل سكته مشي. وقتها بيلاقي في طريقه شوية مجرمين ماسكين واحد في شارع على جنب ونازلين فيه ضرب، فبيروح ناحيتهم علشان يلحق الراجل ده. بيتفاجئ ان في واحد من ضمنهم اتسحب وجي من وراه على غدر اداله بحديد على دماغه واترمى كلين على الارض، والضربة اللي خدها كلين تموت بصراحة، بس لو كان مات مين اللي هيكمل الفيلم يعني؟ فبيقرر المخرج ان هو يصحيه تاني في مستشفى، والدكتور قال له انت المفروض تبقى ميت دلوقتي من الضربة اللي خدتها، بس انت عشت بمعجزة من عند ربنا. وطبعا التكويمة اللي تكومها دي ما قعدلوش فيها يوم ولا يومين، لا الراجل طول بصراحة. لما خرج من المستشفى وطلع على الحي علشان يرجع يسلم شغله تاني على العربية، بيقولوا له روح استريح في بيتك شوية علشان صحتك ما تسمحش انك تسوق دلوقتي واحنا مش عايزين مصايب. فبيخرج وبياخد بعضه علشان يروح يطمن على البنت اللي بقاله كتير ما يعرفش عنها حاجة، ولما بيوصل عند بيت جدتها بيلاقيها قاعدة قدام الباب زي المتشردين. فبيسألها اللي مقعد كده، بتقول ان جدتها بره وهي نسيت المفتاح، فبياخدها على بيته بيحضر لها اكل، وبتقوم البت تفرج بعدها في البيت فبتلاقي صندوق كده على الارض شكله غريب، ولسه بتفتحه جري عليها كلين وزعق لها علشان ما تفتحوش، فطبعا اتصدمت من طريقته علشان هو طول الوقت حنين عليها وعمره ما بيزعق لها. فبتاخد بعضها وبتمشي على بيتها، وبنشوف في الوقت ده مايكل وهو قاعد في البيت على السفره، ومراته داخله عليه هو ومايكي بالعشاء، وبتلاقيهم ماسكين في بعض هما الاثنين لحد ما الواد ميكي اللي مش متربي وابن راجل مش متربي هو كمان سحب سكينه من على السفره ورفعها على ابوه، قال يعني كده بيهدده ان هيقتله، بس هو عيل جبان اصلا وابوه قال له لو راجل عورني حتى. فرمى ميكي السكينه ودخل اوضته وهو عمال يسب ويلعن. وتاني يوم بيقوم كلين زي ما هو متعود وبيودي الجهاز اللي صلحه لصاحبه في المحل، وبيطلع بعدها على جلسته عند الدكتور النفساني، وقاعد هناك بيلاقي راجل بعد ما الجلسه بتخلص بيقول له انا حاسس اني عارفك، فبيهرب منه كلين بطريقه شيك وبياخد عربيته وبيطير. وبنفهم بقى ان الراجل ده ليه علاقة بحاجة من الحاجات اللي في ماضي كلين، وطول الوقت بيحاول انه يهرب منها، وبيروح على بيته اللي كان عايش فيه مع مراته وبنته، وهناك بيحس ان خيال بنته بيتحرك في الشقة، فبيفضل يمشي ورا الخيال ده لحد ما بيوصل لصندوق بيلاقيه قدامه، وبياخد الصندوق ده وبيرجع على شقته اللي عايش فيها. وهو في الطريق بيروح علشان يشوف ديانا بيكتشف انها مش موجودة، فبيدور عليها لحد ما بيلاقيها مخطوفة في شقة، واللي خاطفينها شوية الشباب من ضمنهم ميكي الفقدان. فبيدخل الشقه دي وبيلاقيهم ماسكين البنت عمالين يشربوها في حشيش وبيستخدموها في محتوى فيديوهات بيعملوه على النت، فبينزل ضرب في العيال دي بالحديده اللي كان ماسكها وبيكومهم على الارض لحد ما بيجي دور ابن المنحوسه ميكي، واول ما بيجي قدامه بيعمل كلين الصح مع وشه، بيضربه ضربتين بالبتاع اللي في ايده بيخلي وشه بقى الشوارع وبيترمي على الارض هو كمان.
وبدا بياخد دانا ويروح يرجعها لجدتها. طبعا مايكل بيوصله ابنه وهو وشه متخرشم كده، فبيجيب له دكتور بيقول له ابنك وشه مستحيل يرجع زي ما كان، وممكن بس كم عمليه تجميل يصلحوا له وشه ويبقى ادمي حبتين. وبيزود له المصيبه وبيقول له ابنك مش هيتكلم تاني علشان احباله الصوتيه اتقطعت. وبيلاقي الدكتور اغرب رده فعل من اب لابنه في الحاله اللي فيها ميكي دي، قال له سيبه علشان يعرف ان الله حق. طب يا راجل ابنك اتشوه مش مهم بالنسبه له، اهو على الاقل مش هيسمع حسه تاني اللي كان بيصدعه بيه. بعدها بيخرج يقابل الضابط فرانك اللي جاي من قسم الشرطه علشان يحقق في اللي حصل ويعرف مين اللي عمل في ابنه كده ويسلمه علشان ياخد جزاؤه طبعا. بس بنكتشف ان فرانك ضابط شمال وشغال لحساب مايكل عادي، يعني هو ضابط بس مفيش مانع يسلك له بضاعه مخدرات معديه يقتله كلين كده يعني. فبيجيب لمايكل قرار كلين من يوم ما اتولد مثلا، وقال له هو عمل في ابنك كده لانه كان عايز البت اللي بيعتبرها اغلى حاجه في حياته. وقتها مايكل قال لفرانك انت تروح بقى تقتل البت دي علشان نحصل له قلبه عليها، وبعدها تجيبه لي حي علشان اشوف هتصرف معاه ازاي. بس ما كانش يعرف ان في الوقت ده كلين كان خد ديانا وجدتها وراح علشان يهرب بيهم بره المنطقه كلها علشان مايكل ما يعرفش يوصل لهم. وعلى الطريق لها وراء عربيه شرطه فهدي شويه علشان يشوف عايزين منه ايه، واول ما وقف لمح من مرايه عربيته ان الضابط اللي في العربيه بيتكلم مع حد في التليفون اول ما لقاه، فشغل دماغه شويه وافتكر ان مايكل ده ما حدش يعرف يسيبه مطلوق كده في البلد ومحدش عارف يعمل معاه حاجه الا لو وراه ضابط شمال بيلم اللي بيعمله. فبيستشف بقى ان ضابط الشمال ده هو اللي واقف وراه، فبيدور عربيته وفي ثانيه بيهرب منه قبل ما ياخده يسلمه لزفت الطين، وبيوصله على مكان هو وضيانه وجدتها فبيقول لهم يدخلوا للمكان ده يستخبوا فيه لحد ما يعمل حاجه بسرعه ويرجع لهم. وبنعرف ان هو طرقهم علشان يسرق له عربيه يعرفوا يتحركوا بيها بدل عربيته اللي هتبقى متراقبه من مايكل ورجالته بعد كده. ولما بيخلص القصه دي وبيسرق عربيه فعلا بيرجع على المكان اللي كانوا فيه ضيانا وجدتها، بيلاقي هناك رجاله مايكل مستنينه فبيفضل يقتل فيهم واحد واحد. وبعدها بياخد البنت وجدتها وبيروح يستخبوا لهم في مكان. وقتها بقى بنعرف سر كلين اللي طول عمره بيحاول يهرب منه، وهو ان كلين كان عباره عن مجرم قاتل ماجور زي ما بيقولوا، وكان في الوقت ده في حياته كان ليه في اي حاجه حرام ممكن تيجي في سكته، قتل خمره سرقه مخدرات واللي كانت السبب في موت بنته. في يوم من الايام رجع على البيت لقى البت مفتشه في حاجته وهو كان مدكن له حقنه مخدرات، قامت خدتها علشان تلعب طفله بقى صغيره، وغالبا اتشكت من الحقنه وخدت الجرعه اللي فيها، فدخل كنين البيت ولقى الحقنه مش موجوده في الدرج، فجري علشان يشوف البت لقاها ميته على السرير ولعبتها مرميه على الارض، فانهار وقعد يعيط وهو عارف من جواه ان هو السبب في اللي حصل لبنته ويعتبر انه قتلها بايدي. ومن اللحظه دي قرر كلين انه يتوب بعيد عن اي حاجه غلط كان بيعملها، وبقى يشتغل عامل نظافه قال يعني كده هيبقى بينظف حياته بالمره معاه. وفعلا شفناته للفيلم وهو بعيد تماما عن اي سكه فيها حاجه حرام وما قتلش حد ده لحد دلوقتي، لان مايكل اضطر انه يرجع تاني لايام الشقاوه وقرر انه لازم يخلص الناس منه من شره، وخصوصا كمان ان هو دلوقتي بيدور على البت اللي حيلته عايز يقتلها علشان يحصروا عليها زي ما حصروا على ابنه وشوهوله. فطلع كلين على المكان اللي مخبي فيه فلوسه اللي كان مدكنها من ايام العز، وطلع لصاحبه اللي عنده محل اداله الفلوس اللي معاه علشان يشتري من عنده حتتين سلاح كده يسلك بيهم اموره مع مايكل، وراح عمل خطه ما تخرش الميه وجايز كل حاجه علشان يهجم بيها على مايكل ويقتله. في الوقت ده كان مايكل قاعد مع فرانك بيفكروا هيوصلوا له ازاي، ولقى مايكل تليفون بيته بيرن فبيرد علشان يشوف مين، لقى كلين وبيقول له جهز نفسك علشان هقتلك، فجري مايكل يجهز رجالته علشان يستنوه في البيت واول ما يجوا يخلصوا عليه. بس ما كانوش يعرفوا ان كلين مش سهل والمعركه اللي داخلين عليها دي معاه مش هتمشي بان الكتره هتغلب الشجاعه والتاع، علشان كلين كان ذكي راح فجر كابينه الكهرباء اللي قدام البيت علشان لما يدخل عليهم يعرف يصطادهم في الضلمه واحد واحد ومحدش منه يعرف يعتر عليه. وفجأة لقوا اللي بيكسر حيطان البيت وداخل عليهم بعربية الزبالة وبدأ يقتل فيهم. في الوقت ده كان مايكل استخبى في البيت، ولما جري كلين علشان يدور عليه ويقتله لقى مراته بتقول له انه مستخبي تحت، وده بيوضح لنا ان ما كانش فيه حد في البيت طايق مايكل، فبينزل وبيوصله. بتحصل بينهم هما الاثنين معركه كبيره، ولسه هيقتلوا كلين لقى ميكي ابنه داخل عليهم، وبيفرح مايكل ان ابنه جاي يلحقه بقى وكده، وبيقول لكلين اتفرج بقى ويشوف ابني هيعمل فيك ايه، والحان اللي هقوله هتبقى الحاجه الوحيده الكوميديه النهارده في فيلمنا، وهي ان ميكي قتل مايكل
مايكل نفسه، ومش بس كده ده ضرب له بدل الطلقة 20، لدرجة انه بعد ما اتأكد انه خلاص مات حط المسدس ناحية كلين علشان يقتله هو كمان، بس الطلق اللي في المسدس كان خلص وقتها وما قدرش انه يقتله. وبيخلص فيلمنا على مشهد رايق بنشوف فيه ديانا وهي بتلعب بالعجلة في المنطقة اللي عايشين فيها بعد فترة طبعا من الاحداث اللي حصلت دي، والفترة دي كان مختفي فيها كلين، لحد ما في اليوم ده ديانا لقيت عربية كلين داخلة عليها الشارع، فتتبسط كأن روحها رجعت لها من تاني برجوع كلين ليها. وبيخلص فيلمنا على كده.